خريج الديوان الوطني التونسي للسياحه، خرجت للتقاعد وماذا بيا نحب نضيف حاجه جديده في النشاط السياحي الرياضي باش نزيدوا نعرفوا به البلاد، طريقه جديده باش نعرفوا به البلاد، على خاطر الرياضي تاعنا تشارك فيه برشا اجانب، خاصه زاد من كندا، فرنسا، الجزائر، المغرب، بلجيكا، ونعطيهم الفرصه باش يعرفوا اماكن في الجمهوريه اللي المسالك السياحيه العاديه ما تمشي لهاش. عجبتني برشا الفازة في الغالي عم ناول، كنا في السود سنة باش نعملوا للنور والجم مهدية، دونك أموان نجمو نشوفوا تونس اللي كي عمرنا ما شفناها، خاطر انا عايشة في فرنسا. سنة الحاجة الجديدة سيكو الباركور متاعنا هو اون بوكل، اون بوكل معناها كل يوم عدنا نفس البوان دو ديبار ونخرج ونرجع. ليتاب كرونومتري الاولى هو باش نشوفوا فيها الكابون، ندوروه الكل معناها اللي نوصلوا للهواريه، الفينيش نتاعنا في الهواريه. ليتاب الثانيه نتاعنا باش نشوفوا الشمال التونسي، بنزرت، بحيره اشكل، وليتاب الثالثه كرونومتري باش نشوفوا المهديه والساحل والجم. هذوما هما لي تروز ايتاب، وبيان سور عندنا دي ايتاب اخرين اون كونفوا واللي هما نقولوا احنا ترفيه اكثر منهم، باش نخرجوا نشوفوا كارتاج، سيدي بوسعيد، شوفوا زيدا يظهر لي لونفيتياتر نتاع الجم، لونفيتياتر نتاع اوذنا، عندنا معناها جانب ترفيهي ثقافي سياحي الكل. انا عندي حاجه نحب نقولها، انه في نشوفوا حاجه في الكياس تحمل بصفه عامه الرجال، نقولوا اه والله امراه هي ما تعرفش السوق. لا، انا عملت اربع دورات، عملت فيهم اكثر من 7000 كيلومتر ومصلي على النبي عليهم. المرأة رزينة في سياقتها، عاقلة مش بالعقل الواحد، أنا ساج وواحد كل تسوق مليح، منتظمة، تحترم قانون الطرقات، واللي على فكرة الرالي تاعنا ماهوش تاع سرعة، احنا ما نعملو كان الطريق المعبدة، والطريق المعبدة هذه في سرعة محددة، هو ماهوش القوة في السرعة ولا في قوة العضلات. المرأة تسوق أما برزانة، عندها الرود بوك، احنا المسلك هذا هو في كتيب. الكتيب هذا هو رود بوك، هو الدليل نتاع كل متسابقه، تستعملوا الكوبيلوت اللي هي المرافقه نتاع البيلوت باش تعرف ثنيتها، وقته الدور، وقته فين تمشي، الفيتيس اللي يلزم، خاطر كل مسافه عندها الفيتيس المعينه ولا الموين نتاع الفيتيس، دونك يلزمها هي تحترم وتتبع كيف ما هو باش توصل في الوقت معناها اللي مطلوب منها بالثواني زادة، وتخدم اكثر على الوقت نتاعها ان فونكسيون نتاع السرعه اللي نحدوها لها احنا والمسافه اللي باش تمشي لها. هذه فرصه باش تسوق مليح، تبين اللي هي تسوق مليح، تبين اللي هي رزينه في الكياس، تبين اللي هي تحترم معناها قانون الطرقات، السلامه المروريه خاصه. لا بروميير موتوسيكليست اللي باش نشارك في رالي عليسا، رالي عليسا على باز كان فيه كان كراهب يشاركوا، سي ان رالي فيمينا فيه كان دي زوتوموبيل، سني سي اون بروميير موتور باش تشارك زادا معناها في الرالي، دونك سيت اديسيون انا برك ان شاء الله معناها جو في بارتيسيبي، و سا سرا اون بروميير نشوفوا بها لادابتاسيون تاع الكونسيبت هذايا اللي ان شاء الله معناها يسرا ادوبتي للي زيديسيون الجايين. فما برشا دي بارتيسيبونت من برا ماذا بيهم هذا يجي ويشاركوا، خاطر الدراجات الناريه في تونس لازم نفهموا اللي ماهيش حاجه خطيره واكستريم ويعملوها كان الاولاد، لا معناها حتى النساء زادا اون بو الفير دون دي ريغل دو سيكوريتي، نحترموهم ونطبقوهم ونعملوا جو زادا ونشوفوا تونس زادا مزيانه بالموتور ونكتشفوها، اي اون في دو سيركوي مع الكراهب بالوقت ونحترموا الوقت. اول مره سيق الطياره، اول مره سيق برشا، عملنا برشا حاجات مزيانين، حبينا بالرالي هذا نوريو للمراه، مش على عكس الفكره الرايجه كونه المراه هي اللي ما تعرفش تسوق، ليه المراه هي الرزينه، هي اللي زينه الكياس تزين، وميم طون ديما رده بالها بصفه عامه راهي مزينه العالم كله وتزين تونس، خي تبدا هكايا منوره برشا، نوار برشا معناها الالوان نتاعو مختلفه. يجيو شاركوا وعملوا جو وشوفوا تونس محلاها وشوفوا بلادنا مزيانها.